بعد ساعات على قرار وزارة الداخلية في غزة إغلاق الأسواق الأسبوعية، باشرت بلديات القطاع عملية تعقيمها وتطهيرها في إطار جهود متواصلة ومتكاملة تسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في القطاع رغم ضعف الإمكانات. نقوم بتعقيم الأسواق التي هي في الغالب مزدحمة بالناس في محاولة لمنع انتشار هذا الميكروب والفيروس الخطير. نؤكد على قيامنا بواجبنا رغم قلة الإمكانيات وشح الأدوات، ولكن نخشى أن تنهار خدمات البلديات بسبب النقص الحاد في الأموال والإيرادات بسبب الحصار الطويل. ومع إعلان وزارة الصحة إصابة 7 من رجال الأمن بفيروس كورونا، زادت لجنة الطوارئ الحكومية من إجراءاتها الوقائية، فبعد إغلاق المدارس والجامعات والفنادق وصالات الأفراح، دعت اللجنة المواطنين إلى البقاء في منازلهم والتزام أعلى درجات الوقاية، فيما يتوقع إعلان حظر التجوال إذا ما تطلب الأمر. وصلنا إلى المستوى الثاني من اللي هي الإجراءات الوقائية واللي بتحتم على الإخوة المواطنين الحد من اللي هي تحركاتهم والبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وقد نصل في مراحل متدحرجة لاحقة إلى هي طبعا وقف الحركة كاملا. وزارة الصحة أطلقت نداء استغاثة لدعم القطاع ب 23 مليون دولار لدعمها بأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري بما يمكنها من مواجهة كورونا. تتوسع الإجراءات الوقائية في غزة منعا لتفشي فيروس كورونا وسط مخاوف رسمية من عجز المنظومة الصحية عن القيام بدورها في ظل إمكاناتها الضعيفة. أحمد غنم، غزة، الميادين.